شهدت إحدى صالات مطعم باهية برأس الماء انعقاد يوم دراسي من تنظيم جمعية المتوسط للسياحة وتنمية الاستثمار بعد عصر يوم الأربعاء 6 فبراير الجاري تحت شعار ساحل رأس الماء سبل ومعيقات الاستثمار به وتوفير فرص الشغل المحمية الطبيعية كمثال. طرحنا هذا العنوان النظر لما تعرفه المنطقة حول المدينة من ركود تجاري واقتصادي كبير. كما تعلمون المنطقة معروف عليها أو لا ترتبط اقتصاديا وتجاريا بما هو سياحي. اللقاء الذي حضره أساتذة وباحثون إلى جانب النائب البرلماني عن دائرة الناظور السيد فاروق الطاهري ونائبة رئيس جهة الشرق السيدة حورية ديدي والسيد إدريس بوشنتوف العضو في مجلس الجهة استهل بكلمة ترحيبية ألقاها السيد عبد الرحيم السارح رئيس جمعية المتوسط للسياحة والتنمية الاستثمار أبرز من خلالها سعي الجمعية إلى رصد المشاكل التي تعيق الاستثمار بالمنطقة والمساهمة في حلها مشيرا إلى شعار اليوم الدراسي الذي يهم خلق فرص الاستثمار والشغل بالمنطقة خصوصا مع ما تعانيه المدينة من ركود اقتصادي خانق في ظل مؤهلة طبيعية تتمثل حسب المتحدث نفسه في ساحل رملي على امتداد 7 كيلومترات وساحل صخري على امتداد 5 كيلومترات. احنا المشكل اللي كيهمنا وهو احنا يسكدوا لنا هذا المشكل هذا، من قال لك غنصيفطوا لكم الناس؟ اسيدي احنا طلبنا لهم كورنيش، عطاونا الضمانات بالحضور ديال المجلس البلدي، عطاونا الضمانات الى غيكون كورنيش، قال لك هادشي خصو ميزانيه كبيره، قلت له احنا ما ديرولناش كامل، ديرنا واحد النموذج السعيديه، ديروا طرف، احنا عندنا الاراضي ديالنا اللي عنده الارض ديالو بغى يدير مشروع، انا بغيت ندير مشروع، قال لي وزير دير نرخصوا لك دابا، اللي قال لي المدير ديال الوكاله الحضاريه راه عايش. قال لي الا بغيت نرخصوا لك دابا، قلت له واخا انت غترخص لي شكرا بارك الله فيك، واش هاد الناس غيجيو بالهليكوبتر؟ دابا المشكل لو كان هنا غير كاين شي حيوان حنا نقولوا حنايا مرحبا بها المحميه، حنا ماشي ضد المحميه، ولكن هاد المحميه اللي راهو دايرين راها هي اللي راها مبلوكيه، حنايا نقولوا كابدولو راها مبلوكيه. دابا فوق ما يجي شي واحد يبغي يستثمر يقولوا لك راه محميه، يبغي يدير شي بروجي كيجيو عندنا حنايا واحد العدد ديال المستثمرين سواء أبناء هذا الوطن العزيز وسواء أجانب كيجيو من مختلف الدول، ولكن منين يجي يختار البلاصة يجي يبغي يقدم لاخر كسميتو المشروع ديالو أو يشري الأرض على أصحاب الأملاك كيلقاو كاين المحمية وكيمشيو بحالهم. دابا هذا اللي سطر هذا البلان ولا هاد السيد المهندس ولا هاد الناس اللي وافقوا على هاد البلان اش من الفكره واش من المصلحه اللي كاينه في هاد في هاد البلان اللي داروا على ارض الواقع. حنايا كنناشدوا المسؤولين اللي كاينين فوق هاد الناس اللي داروا هاد الشيء يشوفوا شويه في الحال ديال هاد زعما يراجعوا شويه الاوراق ديالهم، لانه راه هاد البلان اللي داروا راه عوق كابدولو بحال واحد الانسان اللي صحيح وجيتي هرستي له الرجلين خليتيه جالس ما يقدرش يتمشى. البرلماني عن حزب العداله والتنميه السيد فاروق الطاهري بدا مداخلته بطرح معيقات التنميه والتي مثلها في ضعف البنية التحتية وتصميم التهيئة داعيا الجهة إلى التحرك في مثل هذه الملفات التي تهم خلق فرص الشغل وإنعاش الاستثمار، كما وقف على مشكل المحمية الطبيعية الذي يعد العائق الأكبر للتنمية والاستثمار بالمنطقة. لا هو الإشكال داك التصميم اللي كان من 2004 كانت المنطقة ديال المحمية محددة في واحد النطاق معقول، وقع واحد الخطا اداري لان في اطار المتابعه كان الفيلم مشينا عند الوكاله الحضاريه مشينا عند الوزاره مشينا عند المياه والغابات، قالت حنا ملي سولنا المياه والغابات قلنا له حددوا النطاق والمجال ديالها الاخر، خلى لنا ما عنده غرض ولا ما داك الشيء بدا كل شيء يتصاب لا تكثر ولا كاينه والاراضي اللي هي ديال الخواص ماشي ديال الكلمه. وبدورها أكدت نائبة رئيس جهة الشرق السيدة حورية ديدي على أن هاجس الجهة هو إيجاد أماكن للاستثمار والدفع بعجلة التنمية داعية الفاعلين المحليين إلى التحسين من جو الاستثمار، وذلك من خلال تقديم مطالب للجهة بخصوص تأهيل البنية التحتية والتعمير والاستثمار في مجال السياحة،
كما أشار العضو في مجلس جهة الشرق السيد إدريس بوشنتوف إلى أن المشكل الوحيد الذي يعاني منه المستثمر داخل جهة الشرق خصوصا هو مشكل التأخر والتماطل في تفعيل المخططات، وهو ما عبر عنه بمشكل الوقت. كما دعا جميع البرلمانيين من جميع الأحزاب على مستوى الجهة الشرقية إلى المطالبة داخل قبة البرلمان لتهيئة منطقة رأس الماء والاهتمام بها كوجهة سياحية. وتفاعلا مع هذه المداخلات، عبر بعض المواطنين من جهتهم عن استيائهم من الحدود الجديدة للمحمية الطبيعية والتي شملت أراضي الخواص، فضلا عن مشكل الماء الشروب الذي ينقطع باستمرار عن الساكنة وبالتالي عن المحلات والمطاعم خصوصا في فصل الصيف.